ومصنوعة بذي ريدانة أسد بأعلى فرع متلفمة الحلوق. نعم، إن هذه اللغة وهي اللغة الحميرية، والله وبالله كما توقعت أنها لغة من العالم السفلي، وهذا جاء نتيجة التزاوج الذي حصل مع ملوك حمير القدماء مع أهل الأرض الجن. وهذه اللغة هي لغة مشتركة بين الإنس والجن، هذه لغة حمير. من ذلك ما رواه محمد بن خالد أن سليمان بن داود عليه السلام بعث مع بلقيس ابنة ذي شرح ملكة سبأ شياطين فبنوا لها الحصون. فلما توفي سليمان عليه السلام أتى شيطان فآذن الشياطين الذين كانوا يعلمون أن سليمان قد قبض أن انفضوا واذهبوا لشأنكم، وكتب شيطان منهم كتابا يذكر تلك الحصون بقاعة من قرى البون. حين قال شيطان قال نحن بنينا سلحين بسبعة وسبعين خريفا دابين وغمدان بأزال وبينون برحاضة أيدين وسرواح مرواح وهندا وهليدة وتلثوم بريدة وسبعة أمجلة بقاعة ولولا صارخ بتهامة لتركنا بالبون علامة أو قال إمارة. فذكر غمدان أن الجن عملته، وقد ذكرنا ما رواه من بناء لشرح وشعرم أو تان. هذه كما ذكر الأكوع الحوالي حين قال خبان بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة والنون آخر مخلاف من ذي رعين شرقي ظفار وجنوبه، وفي الأصل خبط عشواء كما ذكر. وتلثوم بريدة وسبعة أمجلة بقاعة ولولا صارخ بتهامة لتركنا بالبون علامة أو قال إمارة. فذكر غمدان أن الجن عملته، وقد ذكرنا ما رواه من بناء لشرح وشعرم أوتر لغمدان. نعم، قال الشاعر قوله عز وجل في جن سليمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات سورة سبأ الآية 13، وأن جماعة من ملوك اليمن قد خدمتهم الجن المتصرفات دون البناء، وأنهم كانوا يأتونهم بفواكه بلاد الهند طرية وظفار بسند جبل بأعلى قتاب بالقرب من مدينة السخطيين وهي منكث. قال أبو نصر وكان بظفار تسعة أبواب، باب ولا وباب الأسلاف وباب خرفة وباب مآبة أو مائبة وباب هدوان وباب خبان وباب حورة وباب صيد وباب الحقل. وقيل ماؤه كان من أقلبة، أي أن صحننا ما بين قوسين من لدينا بعد العناء وتقليب كما ذكر الأكوع الحوالي، وهي الحفيرة للماء وتتخذ في الجبل والجيوب ونحوه ما أكثرها في ظفار. إذن وكان على هذه الأبواب أوهاز وهم الحجاب، وما كان أحد يدخل باب الحقل إلا بإذن من أولئك الأوهاز، وذلك أنهم كانوا يجدون في كتبهم وعلمهم أنه تخرب من قبل أو تخرب من قبل من يدخلها من باب الحقل. وكان للباب معاهرة وهي الأجراس، فإذا فتح وأغلق سمعت أصوات تلك المعاهر من مكان بعيد. نعم، هذه أحوال الجن في ظفار، وأن الجن هم الذين صاهروا ملوك حمير القدماء قبل بلقيس
هذا هو الصواب. قال الهمداني: ولا اختلاف الروايات في هذا الحديث، خاصة إبان ذو التمييز من اليمانية، إن لم تكن للشياطين ولا من أبنيتهم أشياء على أنهم لا ينكرونها لقدم الجن. وإلى ظفار ينسب الجزع الظفاري حين قال المرقش: تحلينا ياقوتا وشذرا وصنعة وجزعا ظفاريا ودرا تواؤما. إن هذه اللغة التي نراها الآن بين أعيننا والتي كتبت على مسند الحجارة، هذه اللغة هي لغة حمير، والتي كانت مشتركة بين حمير والجن أخوالهم، إلا أن حمير هم الذين قاموا بتأسيسها، فكانت هذه اللغة لغة خاصة لهؤلاء القوم وهم العرب العاربة حمير. ومصنعة بذي ريدان أخرى بنوا في رأس متلفة حلوق. قال الملك الظفاري: قال ذو ظفر ذي لحمير، أي لا يقصد ظفارا إلا من عرف لغة أهلها. هذا نقل من المسند. قال بالحميرية: بنينا بينونا نحن وبنون وبنو بنين وبنين أفيق برحاضة أيدين. هذا كلام بالحميرية. وأنشد أبو نصر لعلقمة بن ذي جدن حين قال: يا من يرى بينونا أمسى خاويا خربا كعابه، أمسى الثعالب أهله بعد الذين هم منهم سحابه، من سوقة حكم ومن ملك يعد له جوابه، ولقد رآه بغبطة في العيش مخضرا خضابه. فإلى كل طالب علم، إلى كل حميري، إلى كل من أراد أن يتعلم لغة أباه وجده، هذا هو الدرس الذي تقرأ فيه لغة حمير وتكتب كما ذكر الهمداني في باب حروف المسند. قال: وهو كتاب حمير ومثلثاته في حروف ألف باء تاء ثاء وغيرها. قال الهمداني: أكثر ما يقع بين الناس الخلف فيما يقولونه من مساند حمير من اختلاف صور الحروف، لأنه ربما كان للحرف أربع صور وخمس، ويكون الذي لا يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة، فلما وقع الخلل في هذا الموضع رأينا أن نبث تحت كل حرف من حروف ألف باء تاثا صور جميعها، وإنما كان اختلاف صور الحروف على سبيل اختلاف الكتاب العربي، وكانوا يطرحون الألف إذا كانت بوسط الحرف مثل ألف همدان وألف رئام فيكتبون رأم وهمدان. وكذلك تبع كتاب كتب المصاحف في رسم الحروف مثل الرحمن وألف إنسان، ويثبتون ضمة آخر الحروف وواوا عليهم، وأما اللفظ فيقرأه أهل مكة ومن شكلهم على ما يجب أن يكون مكتوبا، ولذا تراهم يقرؤون عليهم ولا الضالين، ويفرزون كل سطرين بخط، ويفصلون بين كل كلمة وكلمة في سطر بخط قائم. ومثال ذلك في أول مسند ناعت. وتفسيره: أوسلت رفسان وبنيهم حي عثتر يطاع ويارم، فذهبت الألف المتوسطة وثبتت الواو للضمة. وإلى تعليم اللغة الحميرية، كما ذكرنا وأردنا أن نعلم بها أبناء حمير على ظهر هذه البسيطة، وهذا وبالله التوفيق والله الموفق للصواب، وما كان مع حمير هو معنا، وهذا وبالله التوفيق. وإليك الحروف الأبجدية
الحميرية قال الهمداني الألف وهذا رسمها، والباء وهذا رسمها، والتاء وهذا رسمها، والثاء وهذا رسمها، والجيم وهذا رسمها، والحاء وهذا رسمها، والخاء في هذه الصورة، والدال في هذا الشكل، والذال هذا الرسم، والراء بهذا، والزاي بهذا، والسين في هذا الرسم، والشين بالحميرية هذه، والصاد والضاد والطاء والضاد والعين هذه الدائرة الصغيرة، والغين والفاء والقاف والكاف هذه الصورة، واللام هذه الصورة، والميم هذه الصورة، والنون هذه الصورة، والواو على هذا الشكل، والهاء على هذا الشكل، والياء على هذا الشكل، وهذا بالله التوفيق. أما حرف السين فيقابله حرفان وصورتان على هذا الشكل، وهذا وبالله التوفيق كما ذكر الهمداني، وهو رجل من المؤرخين القدماء. وهذا بالله التوفيق، ونقول كم ترك الأول للآخر. قدم هذا البرنامج الباحث في علوم الأنساب عبد الله هلال سعيد السناني من سلطنة عمان، وهذا بالله التوفيق.